هلا اصبر قليل اسمعي شو بسمعي لنف 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 كرة من جديد رجعت لصالح فريق الوداد الرياضي خطيرة عن طريق محسن يشوف فرصة ولكن الحكم يقول ضربة جزاء ضربة جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي طبعا محسن يجور اللي دخل داخل منطقة العمليات بعد مرور 29 دقيقة كنقول بأنه العملية كانت صالحة للتهديف من جانب محسن يجور داخل منطقة العمليات ويأتي القرار من جانب الحكم طبعا سمير الكزاز كنتابعو أن التدخل الماضي محسن يجور اللي كان حاول انه يحصل على الكره والتدخل كان من جانب حماد دياموند لاعب فريق حسنيه اكادير اذا يمكن نقول بانه 29 دقيقه اللي مرات على بدايه تفاصيل الجوله الاولى الحكم يعلن عن ضربه جزاء طبعا هدف الى حضر فغادي يعطي تقدم لصالح فريق الوداد الرياضي وبالتالي يمكن نقول بانه النتيجه غادا تغير والاداء على مستوى رقعة الملعب ايضا غادي يتغير اذا ننتظروا اذا ضربه جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي كنتابعوا اللقطه نتابعوا اللقطه كان صعيب الحكم على ضربة الجزاء الماضية ولكن اللي كان واضح هو أنه الحكم سمير الكزاز كان قريب من العملية وبالتالي كيعلن على ضربة الجزاء الآن قلوب ديال الفريق حسن تقدير غادي تكون مع الحارس بوخريس باش يصد هاد الكرة فيما محسن يجور كيف كنعرفوا سيبحث لتسجيل الهدف نتابعوا ضربة جزاء فرصة هدف هدف لصالح فريق الوداد الرياضي وهو الهدف الاول في هذه المباراه اذا محسن يجور يتمكن من افتتاح التسجيل عن طريق